بيبدأ المسلسل براجل اسمه بندكيت وهو بيحكي لنا ان في مجموعة نادرة من البشر مهتمين باكتشاف الحقيقة، لكن اغلبية الناس بتحب تكبر دماغها، ولكن لحسن الحظ ان في ناس حوالينا عندهم رغبة قوية لاكتشاف الحقيقة، وبالرغم من ان عددهم مش كبير لكنهم يقدروا ينقذوا البشرية. وهدف فينديكيت ان هو يلاقي الناس دي قبل فوات الاوان، لان الناس دي متميزة جدا، وغالبا الناس دول بيكونوا اطفال متميزين عن غيرهم، وهم الوحيدين اللي هيقدروا ينقذوا العالم من كارثة بتهدد البشرية. والكارثة دي اسمها حالة الطوارئ، وحالة الطوارئ دي سببت لسكان العالم توتر وذعر بشكل دائم، ودايما الناس بقوا حاسين ان في حاجة وحشة هتحصل لهم في المستقبل، وده بسبب ان العالم مؤخرا بقى بيتعرض للهجوم من قوة خفية. وبعدها بنروح لدار ايتام وبنتعرف فيه على طفل عبقري اسمه رين، وبنعرف ان هو طفل انطوائي وبيقضي معظم وقته في القراءة على عكس باقي اطفال دار الايتام، واللي بيكونوا شايفين ان هو غريب الاطوار ودايما بيتنمروا عليه. ولكن الدعم الوحيد لرين في الملجأ تبقى مدرسته اللي اسمها بيرو، وبتلاحظ بيرو ان هو مش على طبيعته النهاردة، فبتسأله ايه اللي حصل، فبيقول لها ان هو حاسس بتوتر شديد من الصبح وحاسس ان في حاجة وحشة هتحصل قريب. فبتقول له ان الحالة اللي هو حاسسها دي بيطلقوا عليها حالة الطوارئ، وطبيعي جدا ان هو يكون حاسس بيها لان الناس كلها بقوا متشائمين وخايفين من اللي جاي. وبتطلب منه بيرو ان هو يصفي ذهنه وما يفكرش في اي حاجة لان هي عندها مفاجأة ليه، وبتوري له اعلان عن مسابقة للاطفال الموهوبين، والفايز في المسابقة دي هياخد منحة دراسية في اكاديمية بوترايت، وكل الاطفال اللي بيتخرجوا من الاكاديمية دي بيبقوا فنانين وعلماء ودبلوماسيين، لكنه بيكون خايف يخسر في المسابقة لان هو مش مميز كفاية. فبيرو بتقول له ان هو مش عارف قيمة نفسه، وده غير ان هو مش حاسس بالانتماء في ملجأ الايتام، ولازم يروح للمسابقة لانه هيلاقي هناك الاطفال اللي شبهه. وتاني يوم بيوصل رين مع بيرو لمكان المسابقة، وبيكون خايف يدخل لوحده لان في اطفال كتيرة مقدمين في نفس المسابقة، ولكن بيرو بتقول له ان هي واثقة في قدراته، فبيحضنها رين وبيشكرها على كل اللي هي بتعمله معاه. وبعدها بيدخل رين مع باقي الاطفال لاول اختبار في المسابقة، وبتوصل عندهم المعلمة اللي هتراقب عليهم اثناء الاختبار وبيكون اسمها ليندا، وبتقول لهم ليندا ان الاختبار مدته ساعة واحدة بس. فبسرعة كل الاطفال بيبدأوا يحلوا اسئلة الاختبار واللي بتكون صعبة جدا، ولكن ريم مش بيواجه اي مشكلة في الحل. وفي نهاية الاختبار بتبدأ المعلمة ليندا ان هي تصحح اجاباتهم، وبتفاجئ كل الاطفال ان رين هو الوحيد اللي نجح في الاختبار وكلهم سقطوا، وبتنبه على رين ان هو يجيب معاه استيكة وقلم رصاص واحد علشان يستعد للاختبار اللي جاي. وطبعا رين بيكون متفاجئ جدا من اللي حصل. وبعدها بيروح رين للاختبار اللي بعده، وبيشوف في طريقه بنت اسمها روندا بتوقع القلم الرصاص بتاعها بالغلط في الصرف الصحي، وبتكون متوترة جدا لان فاضل على الاختبار اقل من 5 دقايق. فرين بيقسم القلم الرصاص بتاعه النصين وبيديها نص منهم، فروندا بتشكره جدا وبتعرض عليه ان هو يقعد وراها علشان يغش منها لان هي عارفة كل اجابات الاختبار، لكن رين بيرفض لان هو حابب يحل بمجهوده. وبعدها كل الاطفال بيروحوا لقاعة الاختبار التاني، وبيبدأوا في حل الاختبار واللي بيكون اصعب بكتير من الاختبار الاول، لدرجة ان في اطفال بيتصابوا بانهيار عصبي وبيسيبوا الامتحان وبيمشوا. لكن الغريب ان روندا بتحل الاختبار بالكامل، وده حتى قبل ما يعدي نص الوقت. وبعد ما بتخلص حل بترمي برشام لرين علشان يغش منه، لكنه بيرفض ياخد منها البرشام. وبنشوف رين وهو محتاس جدا لان الامتحان طويل زيادة عن اللزوم ووقت الاجابة قصير، فبيبدأ يحل باقصى سرعة عنده. وفي نهاية الاختبار بتلم المعلمة كل ورق الامتحان من الاطفال علشان تصححه، وبعد ما بتخلص تصحيح الورق بتقول لهم ان رين هو الوحيد اللي نجح في الاختبار، وبتطلب من باقي الاطفال ان هم يمشوا من قاعة الاختبار مع دارين. وبعد شوية بيدخل عليه طفل من اللي نجحوا في الاختبار واسمه ستيكي، وبيسأله رين لو هو الوحيد اللي نجح في المجموعة بتاعته، فبيقوله ان هو فعلا الوحيد اللي نجح فيهم. لكن الغريب ان هو شاف بنت بتغش قدامه من برشام لكنها ما نجحتش، فبيفهموا هنا ان البنت دي اللي هي روندا تبقى جزء من الاختبار، لانهم لو كانوا غشوا منها كان هيتم استبعادهم من المسابقة. وفي الاثناء دي بتدخل عليهم بنت اسمها كيت، وبتكون هي الوحيدة اللي نجحت في المجموعة بتاعتها. وبعدها بيدخل عليهم بنت وولد اسميهم كريستينا وديوي، وبيكونوا هما الاتنين نجحوا في كل الاختبارات.
وبعد شوية بتدخل عليهم المدرسة ليندا وبتطلب منهم يروحوا للغرفة B7. فكل الأطفال بيتحركوا على هناك، وهناك بيقابلهم راجل اسمه ميلجان، وبيشاور لهم ميلجان على الأوضة اللي هيمتحنوا فيها اختبارهم الجديد، وبيطلب من كل واحد فيهم يدخل لوحده. وأول واحدة بتدخل هي كريستينا، وبتلاقي رسالة على الأرض مكتوب فيها إن هي لازم تمشي على الأرض من غير ما تدوس على المربعات البيضاء والسوداء. فكريستينا بتستغرب لأن الأرض كلها أبيض في أسود ما عدا كم مربع بيكونوا متلونين باللون الأصفر، لكن المربعات الصفراء بتكون بعيدة جدا عنها. فبتقول كريستينا بصوت عالي إن هي مش هتعمل الاختبار ده. فبيسألها ميلجان عن سبب رفضها، فبتقول له لأن المهمة دي مستحيلة. فميلجان بيطلب منها ترجع للبيت لأن هي ما نجحتش في الاختبار. فبتخرج كريستينا من غرفة الاختبار وهي منهارة من العياط. وبعدها بيجي الدور على رين وستيكي وكيت وديوي، وبنشوف إن كل واحد فيهم قدر يجتاز الاختبار بطريقته الخاصة وكلهم نجحوا. وبعدها ميلجان بياخد الأطفال قدام بيت كبير وبيطلب منهم يستنوا في الجنينة لحد ما يعمل حاجة ويرجع. فالأطفال بيسألوا بعض لو حد من أهليهم عارف إن هم موجودين هنا. فكيت بتقول لهم إن أمها ماتت وهي صغيرة، وأبوها هرب وسابها لما كان عمرها 3 سنين. فكلهم بيتعاطفوا معاها، ولكن كيت بتأكد لهم إن هي مش زعلانة لأن هي مش فاكراهم أصلا. وبتقول لهم إن هي بعد ما كبرت اشتغلت في سيرك علشان تصرف على نفسها. فبيقول لها رين إن بالرغم من إن هو ما يعرفش أمه وأبوه، لكنه مفتقد الإحساس ده جدا لأن هو ما حسوش قبل كده، لكنه حاسس إن وجود أمه وأبوه في حياته هيملى الفجوة اللي هو حاسس بيها طول الوقت. وبعدها ميلجان بياخد الأطفال للبيت الكبير، وأول ما بيدخلوه بيستغربوا من منظره لأن هو شبه المتاهة وكل الغرف شبه بعض. وبتوصل روندا عندهم وبتعترف لهم إن هي مش طفلة ولا حاجة، وإن هي كانت جزء من الاختبار. وبتقول لهم إن اختبارهم الجاي هو إن كل واحد فيهم هيقعد في جزء معين من المتاهة، ولازم يلاقوا بنفسهم طريقة علشان يوصلوا للدور التاني اللي موجود فيه جرس، وأول 3 هيرنوا الجرس هيكونوا هم اللي فازوا في المسابقة. وبعد ثواني الاختبار بيبدأ، وكل واحد فيهم بيبدأ يحل لغز الاختبار بطريقته الخاصة ما عدا ديوي اللي بيكون بيغش من ستيكي لحد ما بيشوفه وطلع عند الجرس. فبسرعة ديوي بيزق ستيكي وبيوقعه على السلم وبيطلع يرن الجرس، وفي الأثناء دي بيوصل رين عند ستيكي وبيساعده علشان يقوم، وبيطلعوا هما الاتنين للجرس وبيلاقوا كيت مستنياهم، وبيكون واضح ان هي وصلت من بدري لكنها كانت مستنياهم علشان يرنوا الجرس هما التلاتة سوا. واول ما التلاتة بيرنوا الجرس بتاع لليندا فوز رين وستيكي وكيت في المسابقة. فبيتعصب ديوي لان هو اللي رن الجرس اول واحد ويستحق ان هو اللي يفوز. فليندا بتقول له ان تعليمات المسابقة بتقول ان اول 3 هيرنوا الجرس هما اللي هيفوزوا، وبتطلب من ديوي يرجع البيت لان تم استبعاده من المسابقة. وبعدها ليندا بتهني التلات أطفال بفوزهم في المسابقة، وبتقول لهم ان خلاص ما بقاش فيه مسابقات تانية. وبعدها بتاخدهم يقابلوا بندكت، فبيسألوها مين الراجل ده. فبتقول لهم ان ده واحد من ابرز علماء الفلسفة والاخلاقيات في العصر الحالي، وهو صاحب فكرة المسابقة. وبتدخل عليهم طفلة صغيرة اسمها تانس، وبيقول لهم بندكت ان تانس هتكون في فريقهم من النهاردة. فالاطفال بيستغربوا جدا لان محدش فيهم شافها اصلا في المسابقة. فبندكت بيقول لهم ان هي حلت الاختبارات بطرق مختلفة، يعني مثلا أسئلة الاختبار شطبت عليها كلها بحجة ان هي غلط، وكمان خلفت التعليمات وجابت معاها أقلام رصاص كتير في الاختبار التاني، مع ان ليندا أكدت عليهم ان هما ما يجيبوش اكتر من قلم واحد. وفي اختبار المتاهة فضلت قاعدة تاكل لوحدها بكل هدوء، والسبب اختيار بندكت ليها ان هي جريئة وشخصيتها قوية، لكن عيبها الوحيد ان هي دبش ولسانها طويل. وبيعترف بندكت للأطفال ان هما مش هيدخلوا الأكاديمية، وان هو استدرجهم لهنا علشان سبب تاني خالص. وطبعا كل الأطفال بيتعصبوا عليه لان هو خدعهم. فبندكت بيقول لهم ان هما الأربعة مميزين جدا، وان هو اختارهم هما بالذات لمهمة سرية علشان ينقذوا العالم من حالة الطوارئ. وبيحكي لهم بندكت ان في اشارات غامضة بتخرج من الراديو والتلفزيونات، والاشارات دي عبارة عن ترددات ورسائل مشفرة ومدسوس فيها كلام سلبي وخطير، ولكن الانسان الطبيعي ما يقدرش يسمع الترددات دي بودنه، لكن الترددات دي بتتحفظ في العقل الباطن للبشر، وبالتالي الترددات دي هي اللي سببت حالة الذعر والقلق عند كل الناس. وبيعتذر لهم بندكت ان هو كذب عليهم من الاول، وبيقول لهم ان هو مش هيزعل منهم لو قرروا ان هم
ينسحبوا وما ينفذوش المهمة، ولكن رين بيتعاطف معاه وبيقوله ان هو موافق ينفذ المهمة، وكل الاطفال بعدها كمان بيوافقوا. ولكن فجأة الانذارات بتشتغل في المكان والكهرباء بتقطع، فبندكت بيقولهم ان هم بيتعرضوا لهجوم من الاعداء، وده لان هو مصاب بمرض عصبي اسمه النوم القهري، والمرض ده بيخليه يغمى عليه كل شوية، لكنه بيفوق بعدها على طول. وبعدها فريق بندكت بيوزعوا كشافات على الاطفال وبيخرجوا كلهم مع الاطفال برا الاوضة، وفجأة بتتعرض روندا لهجوم العدو وبتفقد الوعي، وكمان بندكت بيتعرض للهجوم. فهنا رين وباقي الاطفال بيقرروا ينقذوا بندكت ما عدا تنس اللي بتقرر تسيبهم وبتروح تستخبى في المكتب، وبيقدروا التلات اطفال ان هم ينقذوا بندكت وبيروحوا كلهم بعدها على المكتب، وبيلاقوا تنس مستنياهم هناك. فالاطفال بيسألوها هي ليه ما انقذتش بندكت معاهم، فبتقول لهم لان هي ما بتحبوش اصلا. وبتوصل ليندا في اللحظة دي وبتطمنهم ان الاعداء مشيوا خلاص، وبيقول بندكت للاطفال ان الاعداء دول كانوا جايين علشان يخطفوه، وبياخدهم بندكت لأوضة سرية في البيت وبيسمعهم الترددات المخيفة اللي الاشرار بيدسوها في التلفزيون والراديو، وبيسألهم عن شعورهم بعد ما سمعوا الترددات دي. فتنسي بتقول ان هي حست بمغص في بطنها، فبندكت بيقول لهم ان بعد بحث طويل قدر يعرف مصدر الترددات دي، واللي بيكون مصدرها جاي من معهد للاطفال في جزيرة اسمها جزيرة هاربر، ومهمتهم هم الاربعة ان هم يلتحقوا بالمعهد ده كأنهم طلب عاديين، لكنهم هيكونوا الجواسيس بتوعه هناك علشان يعرفوا مين اللي بيبعت الترددات دي. وبعدها بيطلب من الاطفال يروحوا يناموا دلوقتي لان قدامهم يوم طويل بكرة، ولكن محدش من الاطفال بيكون جاي له نوم. وبتقترح كيت على اصحابها ان هم يعملوا اسم لفريقهم، وبتقول لهم على اكتر من اقتراح ولكن ما بيعجبش حد فيهم. وتاني يوم على الفطار بيقول بندكت للاربع اطفال ان الاطفال بس هم اللي مسموح ليهم بدخول المعهد، واول حاجة لازم يعملوها لما يوصلوا للمعهد ان هم يعرفوا مين اللي بيبعت الرسائل المشفرة والترددات، وبعدها يكتشفوا مكان جهاز الارسال اللي بيتبعت منه الترددات دي، ويكتشفوا طريقة تشغيل الجهاز علشان يقدروا هم يتحكموا فيه. فرين بيسألهم هيتواصلوا معاه ازاي، فبيقول لهم ان هم هيتواصلوا سوا عن طريق لغة الكشافات، ودي لغة مشفرة الناس بيتواصلوا بيها عن طريق ضوء الكشافات، وبيكونوا كلهم بيعرفوا يتواصلوا بلغة الكشافات ما عدا كيت. فستيكي بيقعد معاها وبيعلمها اللغة، وبعد ما بيخلصوا بتسأله كيت عن اهله، فبيقول لها ستيكي ان هم ماتوا من زمان فراح عاش عند عمته، ولكن بدأت عمته تستغل عبقريته فقدمت له في مسابقات للعبقرة وكانت بتاخد كل الجوائز المالية لنفسها. فهنا قرر يهرب من بيتها ويروح يعيش في مكان مهجور لوحده، لحد ما في يوم عرف بموضوع مسابقة الاكاديمية فقدم فيها. وبعدها تنس بتسأل ميلجان هو ازاي انضم الفريق بندكت، فبيقول لها ان هو في يوم صحي من النوم ولقى نفسه في مكان غريب وفقد الذاكرة، فهرب من المكان ده وما كانش عارف يروح فين لانه ما كانش فاكر اي حاجة عن حياته القديمة، لحد ما في يوم قابل بندكت بالصدفة وحكى له قصته، فبندكت تعاطف معاه وقرر يضمه لفريقه. وتاني يوم كل الاطفال بيكونوا جهزوا شنطهم وبيستعدوا علشان يسافروا للمعهد، وبتكون كيت لسه محتارة في اسم لفريقهم، فتنس بتقترح عليهم اسم جمعية بندكت الغامضة، فبيعجبوا كلهم بالاسم وبيقرروا يعتمدوه. وبعدها ميلجان بيوصل الاطفال لحد العبارة اللي هتاخدهم للمعهد، ولما الاطفال بيوصلوا للمعهد بيفضلوا منتظرين وقت طويل قدام المعهد، لحد ما بيوصل عندهم اتنين من اتحاد الطلبة اساميهم جاكسون وجيلسون، وبيرحبوا بيهم وبياخدوهم لأوضهم. وفي الوقت ده بنشوف فيندكت مخيم مع فريقه في الجهة المقابلة للمعهد، وبيكون خايف جدا على الاطفال لكنه في نفس الوقت بيكون فخور بشجاعتهم، وبيكون حاسس ان هم هينجحوا في المهمة. وبنرجع لجيلسون وجاكسون وهم بياخدوا الاربع اطفال جولة حوالين المعهد، وبيلاحظوا الاطفال برج شكله غريب جنب المعهد، فجيلسون بتقول لهم ان المراسلين بس هم اللي مسموح ليهم يطلعوا البرج ده، فكيت بتقول لها ان هي عاوزة تكون مراسلة، فجيلسون بتقول لها ان الموضوع ده مش سهل لان هي لازم تكون متفوقة في كل المواد، وكمان لازم تكون مثالية طول الوقت علشان المدير يوافق ان هو يرقيها لمنصب مراسلة. وبالليل الاربع اطفال بيخرجوا برا المعهد وبيتواصلوا مع بندكت بلغة الكشافات علشان يطمنوا ان هم كويسين. وتاني يوم الاطفال بيحضروا اول حصة ليهم في المعهد، وبيديهم المدرس مسألة فيزيائية صعبة علشان يحلوها، وكل الطلبة اللي في الصف بيحلوها غلط ما عدا كيت ورين اللي بيقولوا اجابات مختلفة لحل المسألة،
ولكن الاجابتين بيطلعوا صح، وفي اللحظة دي بيوصل عندهم مدير المعهد اللي اسمه ديكار، وديكار ده بيكون نسخة طبق الاصل من بندكت، وبيقول لكيتورين ان هم مميزين بشكل غريب ومستقبلهم هيكون مبهر. وطبعا كيتورين بيكونوا مصدومين من الشبه اللي بينه وبين بندكت، لان هم زي ما يكونوا نفس الشخص بالظبط. وبعد الحصة بيتجمع ريم مع اصحابه في الاوضة، وكل واحد فيهم بيقول تحليله للموقف اللي حصل، لان في منهم اللي بيقول ان ديكار تم استنساخه من بندكت، وفي منهم اللي بيقول ان بندكت مريض بتعدد الشخصيات وبيظهر بشخصيتين مختلفتين. ولكن ريم بيقول لهم ان كل كلامهم مش منطقي، والحاجة الوحيدة اللي هو واثق منها ان ديكار يبقى هو توأم بندكت. وبتقول لهم كيت ان هي لازم تطلع البرج، لان هي واثقة ان الترددات الغامضة بيتم ارسالها من البرج ده، ولكن اصحابها بيمنعوها لان البرج عليه حراسة مشددة، والحل الوحيد علشان تطلع البرج ان هي تكون مراسلة، وده مش هيحصل غير لما تكون متفوقة في كل المواد. وبعدها رين واصحابه بيبعتوا رسالة مشفرة لبندكت، ولما بيفك شفرة الرسالة بيعرف منها ان اخوه التوأم يبقى هو مدير المعهد. وطبعا بندكت بيتصدم وبيستوعب هنا ان اخوه هو السبب في حالة الطوارئ، وبيكون فريق بندكت مصدومين ان هو عنده اخ توأم اساسا، وبيطلبوا منه يحكي لهم حكايته. فبيقول لهم ان هو واخوه تربوا في دار ايتام طول عمرهم، ودايما كان بيحس ان اخوه التوأم مضطرب نفسيا. وفي يوم وصلت اسرة لدار الايتام وقرروا يتبنوا بندكت لوحده، وطبعا اخوه كان زعلان جدا ان هم هيفترقوا عن بعض، ولكن بندكت وعده ان هو هيبقى يدور عليه. وبعد فترة فعلا دور على اخوه في كل مكان لكنه ما قدرش يوصله. وتاني يوم في المعهد بنشوف رين واصحابه وهم بيحضروا كل صفوفهم علشان يجيبوا درجات عالية، وفي وقت الاستراحة بيفضلوا يتكلموا سوا عن الصفوف الغريبة اللي هم بيحضروها، وبيكونوا حاسين ان المعهد ده عبارة عن طائفة غريبة، وبيحاولوا ان هم يضموا الطلاب للطائفة دي بشكل غير مباشر، وده بيحصل من خلال الدروس الغريبة اللي الطلاب بيتعلموها في المعهد. وبالصدفة ريم بيشوف في المعهد فراش اسمه بلوم، وبلوم ده كان شغال في دار الايتام بتاعه، فبيروح رين يسلم عليه، لكن الغريب ان بلوم مش بيكون فاكره اصلا، وكمان بيقول له ان هو مش اسمه بلوم. فبيروح رين يحكي لاصحابه على اللي حصل، فبيخمنوا ان المعهد مسح ذاكرة بلوم، وممكن يكونوا هم كمان اللي مسحوا ذاكرة ميلجان. وبعدها بيشوفوا كل الطلبة طالعين يجروا علشان يشوفوا النتائج بتاعتهم، فرين واصحابه بيروحوا يطمنوا على نتيجتهم، وبيلاقوا رين وستيكي جايبين درجات عالية، ولكن كيت وتانسي بيكونوا جايبين درجات ضعيفة، وبيكون في ولد واحد بس اللي جايب صفر في كل الاختبارات. فالمعهد بيقرر يفصل الولد ده ويرجعه لبيته، فكيت بتخاف ان هي كمان يتم استبعادها من المعهد، ولكن اصحابها بيقولوا لها ان هي شاطرة في صفوف كتيرة، وبيطلبوا منها تركز على مهاراتها وتحاول تطور منها اكتر. وبعدها بيتم استدعاء رين لمكتب ديكر، وبيقعد ديكر يتغدى مع رين وبيقول له ان هو منبهر جدا بذكائه، وشايف ان هو هيكون حاجة عظيمة في المستقبل، وبيقول له ان هو لو استمر على المستوى ده هيكون مراسل قريب جدا. فرين بيتحمس جدا وبيشكره على كلامه، وبيسأله ديكر هو ليه مقرب من ستيكي، فبيتوتر رين وبيقول له ان هما مش قريبين من بعض، وكل الحكاية ان هما قاعدين في نفس الاوضة مش اكتر. فديكر بينصحه ان هو ما يثقش في اي حد، وبيحكي له ان هو كان عنده اخ توأم وكان بيحبه جدا لكنه خانه، والموضوع ده مأثر فيه لحد دلوقتي. فبيخرج رين من مكتب المدير وبيحكي لاصحابه على اللي حصل، فبيخمن ستيكي ان بندكت ممكن يكون هو الشرير الحقيقي وهيغدر بيهم زي ما عمل في اخوه، ولكن رين بيقول له ان بندكت طيب جدا واستحالة يغدر بيهم. وبالليل رين وباقي الفريق بيبعتوا رسائل مشفرة لبندكت، وبيحكوا له فيها على كل اللي حصل لهم من ساعة ما وصلوا للمعهد. فبندكت بيطلب منهم يغشوا في كل الصفوف من غير ما حد ياخد باله علشان يجيبوا درجات عالية ويبقوا مراسلين ويقدروا يدخلوا البرج. وطبعا كلهم بيتصدموا من طلب بندكت، لكنهم بيضطروا يسمعوا الكلام. وفي الوقت ده بتتصل بيرو على الأكاديمية علشان تطمن على رين، لكنها بتتصدم ان هو مش موجود هناك اصلا. وفي اليوم اللي بعده بنشوف الاربع اطفال متضايقين جدا من طلب بندكت، لانهم هيطردوا من المعهد لو حد مسكهم وهم بيغشوا. وبالصدفة بيشوفوا ديكر قاعد لوحده في الجنينة ومعاه دفتر مذكراته، فبيخططوا ان هم يسرقوا الدفتر ده لانهم ممكن يلاقوا فيه اجابات الامتحانات.
فبيروح رين يسلم على ديكر وبيفضل يكلمه في مواضيع عشوائية علشان ما ياخدش باله من اللي هما هيعملوه. وبنشوف كيت فوق الشجرة وهي ماسكة مراية وبتحاول تعكس الكلام اللي مكتوب في دفتر مذكرات ديكر لستيكي. وبالفعل بيقدر ستيكي يشوف رموز ورسومات شكلها غريب في المذكرة بتاعته، فبيحفظ كل اللي هو شافه كويس في دماغه، وده لان هو عنده ذاكرة حديدية. وبعدها بيبدأ يكتب كل الكلام اللي هو شافه في المذكرة على ورقة، وبعد ما بيخلص كتابة بيوري لأصحابه الورقة، فكلهم بيستغربوا لأنهم ما بيكونوش فاهمين معنى الرموز والرسومات، وبيحسوا بالإحباط لأنهم بالشكل ده مش هيعدوا في الامتحان، وخاصة كيت لأن المنهج صعب جدا عليها. وتاني يوم في الامتحان بيلاحظ ستيك إن كيت محلتش ولا سؤال، فبيبدأ يغششها من غير ما المراقبة تاخد بالها، ولكن لسوء حظه المراقبة بتشوفه وبتأمره يسيب الامتحان ويروح لغرفة الانتظار. فبيروح ستيكي يقعد لوحده في غرفة الانتظار واللي بيكون شكلها غريب ومش مريح للنظر، وفجأة بيحس ان كل حاجة بتبدأ تتحرك حواليه بشكل غريب، وزي ما يكونوا كانوا قاصدين ان هم يصمموا الغرفة بالشكل ده علشان يعرضوا الطلاب لضغط نفسي شديد. وفي وقت الغداء بتروح كيت تقعد مع رين وتانس وبتحكي لهم اللي حصل مع ستيكي، وبتكون خايفة ان هم يعاقبوه ويمسحوا ذاكرته. وبعد عناء طويل في غرفة الانتظار بيوصل ديكر عند ستيكي وبيطلب منه يجيله على مكتبه، فستيكي بيروح له مكتبه وهو مرعوب، وفجأة ستيكي بيعترف له ان هو غش في الامتحان، وبنعرف ان هو عمل كده علشان يحمي اصحابه. فديكر بيستغرب وبيقول له ان هو ما يعرفش ان هو كان بيغش اصلا، لان مراقبة الامتحان لاحظت ان هو عنده حالة عصبية غريبة وعلشان كده طلبت منه يروح لغرفة الانتظار. فستيكي بينصدم من اللي هو بيسمعه وبيندم على الكلام اللي قاله لديكر لانه بالشكل ده ممكن يطرد من المعهد، لكن الغريبة ان ديكر مش بيعاتبه خالص ولكن بيسأله هو ايه اللي شايفه صعب في نظام تعليمهم وخلاه يغش. فستيكي بيقول له ان المنهج معقد جدا ومش مفهوم وان هم محتاجين منهج يقيس ذكاء الطلبة. فبيقول له ديكر ان هو ولد ذكي واستحالة يكون كان بيغش، واكيد عمل التمثيلية دي علشان يداري على حد من اصحابه اللي كانوا بيغشوا، وبيسأله هو كان بيغشش مين، ولكن ستيكي بيرفض يجاوب. فديكر بيأمره يرجع تاني لغرفة الانتظار. وبالليل بيرجع ستيكي لقطه، واول مارين بيشوفه بياخده بالحضن وبيقول له ان هو كان قلقان عليه جدا وبيلاحظ ان هو ساكت وما بيتكلمش خالص. فستيكي بيقول له ان غرفة الانتظار دي بشعة جدا وبتجبر الواحد ان هو يفكر في كل الحاجات السلبية اللي مر بيها في حياته. وبعدها تانس وكيت بيوصلوا عندهم وبيفرحوا جدا ان ستيكي بخير، فتانس بتقطع كلامها وبتفاجئهم ان هي قدرت تفك الشفرة اللي شافوها في مذكرات ديكر. فبيبدأ ستيكي ان هو يقرا الشفرة، وبيتصدموا لما بيعرفوا ان بندكت وروندا وبلوم اتعمل لهم مسح ذاكرة. وفي الوقت ده بيكون بندكت عمل شوية تحريات عن اخوه، وبيعرف ان هو بيروح دايما عند غابة قريبة من المعهد، فبيتحرك على هناك وبيشوف ديكر وهو بيدخل جوا مخبأ سري على شكل صخرة كبيرة. وفي اليوم اللي بعده بتظهر نتائج الامتحان وبيتصدموا كلهم لما بيلاقوا كيت سقطت، وطبعا كيت بتزعل جدا لانها هتطرد من المعهد واحتمال كبير جدا ان هم يمسحوا ذاكرتها قبل ما تمشي. فبتطلب من اصحابها وهي حزينة ان هم يفكروها بنفسهم لما يخرجوا من هنا، وبعدها بتودعهم وبتمشي. وفي الطريق بتنادي عليها بنت متنمرة اسمها مارتينا وبتتحداها تلعب معاها كرة الحبل، فكيت بتقول لها ان ما بقاش ينفع لان هي خلاص اتطردت من المعهد، ولكن مارتينا بتصمم على موقفها وبتفضل تستفزها لحد ما كيت بتلعب معاها فعلا. وبنشوف ان كيت محترفة جدا في اللعبة دي لدرجة ان هي اتفوقت على مارتينا، ودي حاجة عمرها ما حصلت لان مارتينا اشطر بنت في لعب كرة الحبل. وبعدها بترجع كيت لاصحابها وبتفاجئهم ان هي مش هتطرد ولا حاجة لان مارتينا قررت تضمها للفريق بتاعها وتوسطت لها عند المدير علشان ما يطردهاش، وده لان هما محتاجين لعيبة محترفة زيها في المعهد. وطبعا اصحابها بيفرحوا جدا ان هي هتفضل معاهم وبيحضنوها. وبعدها بيروحوا كلهم للحصة، وبيدخل عليهم ديكر وبيفاجئهم ان هو عيل رين وستيكي مراسلين في البرج. وطبعا رين وستيكي بيندهشوا من الخبر، لكنهم في نفس الوقت بيكونوا متحمسين لانهم خلاص على وشك ان هما يكشفوا فساد ديكر. ولما بيرجع بندكت عند فريقه بيحكي لهم عن المخبأ السر بتاع اخوه، وبيقرر ان هو يبعت الاربع اطفال للمخبأ ده علشان يكتشفوا اللي موجود جواه. وتاني يوم بنشوف مصممين الازياء وهم بيصمموا هدوم جديدة رين وستيكي علشان مظهرهم يليق بمنصب المراسلين. وبعدها ديكر بيسأل الولدين عن رأيهم في الهدوم الجديدة، فرين بيقول له ان هي عجبته جدا وبيشكره، لكن ستيكي بيفضل ساكت. فديكر بيفهم ان هو مش مرتاح في الهدوم وحاسس ان هو يستحق حاجة اقل فخامة،
فبيقول له ديكر ان هو عارف ان هو دايما حاسس بشعور عدم الاستحقاق، ودي ظاهرة نفسية بتخلي المصابين بها يشكوا دايما في قدراتهم، وبيحسوا دايما بالنقص حتى لو كانوا مبدعين واذكياء، وبيطلب منه يحاول يعالج الشعور ده لانه هيأثر على مستقبله بشكل سلبي. وبيقول له كمان ان الامتحان الحقيقي كان بعد الامتحان اللي هو غشش حد من اصحابه فيه، لان هو اثبت ولاءه ومرضيش يفتن على الشخص اللي هو غششه بالرغم من الضغط النفسي الفظيع اللي هو تعرض له. وبيفهمه ان هو فخور بيه جدا وعلشان كده عينه مراسل، لكنه مستغرب ان هما الاتنين وصلوا على المعهد في نفس اليوم وبيسألهم عن السبب. فالولدين بيقولوا له ان الموضوع جه بالصدفة، فبيقول لهم ديكر ان هو هيحاول يصدقهم، وبعدها بيلبسهم وشاح المراسلين وبيطلب منهم يتباهوا بنفسهم وسط الطلبة، لان صعب جدا ان اي حد يوصل للمنصب ده بسهولة. وبعدها رين وستيكي بيروح يقعدوا مع البنتين وبيسألوهم لو بندك اتبعت رسالة امبارح، فبتوريك الرسالة اللي هو بعتها اللي بيطلب منهم فيها ان هم يروحوا للمخبأ السري، لكن الرسالة بتكون مشفرة ومعقدة جدا ومحدش فيهم بيفهمها. وبعدها بتنادي مارتينا على رين وستيكي علشان ياكلوا في المكان المخصص للمراسلين، فالولدين بيروحوا يقعدوا معاها هي وصاحبتها وبتسألهم مارتينا عن سرهم، فبيستغربوا وبيطلبوا منها توضح كلامها، فبتقول لهم ان مفيش حد بيترقى المنصب مراسل بالسرعة دي، وحتى هي فضلت وقت طويل جدا لحد ما بقت مراسلة، وده بالرغم من ان هي بتطلع الاولى على المعهد دايما. فالولدين بيقولوا لها ان هم اجتهدوا في صفوفهم مش اكتر، وعلشان كده بقوا مراسلين بسرعة. وفي الاثناء دي بيقرر بندكت ان هو يتواصل مع الاطفال بطريقة تانية غير طريقة لغة الكشافات، لانه اكتشف ان اتحاد الطلبة شافوا اضواء الكشافات امبارح لما كان بيتواصل مع الاطفال، ولكن لحسن الحظ ان اتحاد الطلبة ما قدروش يعرفوا ان الاطفال هم اللي كانوا بيتواصلوا مع بندكت، وعلشان كده بيقرر ان هو يبعت لهم جوابات مع صقر من نوع نادر، لكنه بيكون محتاج في البداية يدرب الصقر على ارسال الجوابات. وبالليل جاكسون وجيلسون بيطلبوا من رين وستيكي يجوا معهم لان النهاردة اول يوم ليهم كمراسلين، ويجبروا رين وستيكي ان هم يلبسوا نظارات معتمة علشان ما يعرفوش هم رايحين فين. وفي الوقت ده بنشوف تانس وكيد بعد ما قدروا ان هم يفكوا شفرة واحدة من رسالة بندكت، وبيروحوا على المكان اللي مكتوب في الرسالة، لكنهم بيكونوا مش فاهمين هم المفروض يعملوا ايه في الخطوة الجاية. وبتيجي مارتينا تنادي على كيت علشان تلعب معاها ماتش كرة الحبل، فكيت بتروح معاها وبتسيب تانس واقفة لوحدها. وبنرجع لبندكت وهو بيدرب الصقر على نقل الرسائل، لكن للأسف خطته بتفشل، وفجأة بتوصل بيرو عند بندكت وبتسأله بعصبية عن مكان رين، فبيسألها بندكت هي مين وازاي عرفت بمكانه، فبتقوله ان هي تبقى المدرسة بتاعت رين وكانت مقدمة له في مسابقة الأكاديمية، لكنها عرفت ان هو مش هناك وقدرت توصل له من خلال ليندا، لان هي اللي نشرت اعلام مسابقة الأكاديمية وفضلت مراقبها لحد ما جت لهنا، وبتطلب منه ما يستخفش بيها ان هي ذكية جدا وبتحب تفك الالغاز الصعبة من صغرها. فبندكت بيتوتر وبيقول لها ان هو هيعترف لها بكل حاجة. وفي الوقت ده بيوصل رين مع ستيكي لأوضة غريبة في البرج، وهناك بيقابلوا ديكر واللي بيقول لهم ان هو جابهم لهنا علشان يخليهم يجربوا جهاز من اختراعه، والجهاز ده اسمه الهامس، وده عبارة عن اداة تعليمية مصممة لفتح العقل. فبيسألوا ازاي الجهاز ده بيفتح العقل، فبيقول لهم ان هم هيجربوا بنفسهم وهيشوفوا. وفي البداية رين بيجرب الجهاز وبيفضل الجهاز يسأله شوية أسئلة زي لونه المفضل ايه وكتابه المفضل ايه، واهم سؤال بيسأله له هو ايه اكتر حاجة بيخاف منها. فرين بيعترف للجهاز ان هو بيخاف من الوحدة، وبعدها بيخضع ستيكي لنفس التجربة، والجهاز بيسأله عن اكتر حاجة بيخاف منها، فبيجاوب وبيقول ان هو بيخاف ان يتفهم غلط ويكون منبوذ. وبنرجع لبندكت بعد ما شرح لبيرو كل حاجة بالتفصيل عن حالة الطوارئ وسر اختياره للاربع اطفال، وطبعا وبتكون مصدومة جدا من اللي بتسمعه. وبالليل بتفضل كيت تدور على تانس لحد ما بتلاقيها واقفة قدام المخبأ السري اللي على شكل صخرة، وبتقول لها تانس ان هي قدرت تفك الشفرة بالكامل لكنها مش عارفة تفتح المخبأ السري ازاي. فكيت بتشوف بلاطها على الارض وبتدوس عليها اربع مرات، وفجأة المخبأ السري بيفتح، فبسرعة بينزلوا هما الاتنين للمخبأ، وفجأة بتسمع تانس اصوات غريبة في دماغها، والاصوات دي بدأت تسمعها من ساعة ما وصلت للمعهد، والمرة دي بتسمع
صوت ستيكي وهو بيقول كلام مش مفهوم، فبتخمن كيت ان هي بتقدر تسمع اصوات المراسلين اللي في المعهد، وبتقول لها ان دي صفة مميزة موجودة جوا عقلها وممكن يستغلوها لصالحهم. وبعدها بياخدوا جولة في المكان وبيكتشفوا ان ديكر وفريقه بيمحوا ذاكرة الناس اللي في المكان ده، وفجأة بيسمعوا صوت ديكر جاي عليهم، فبسرعة بيستخبوا في الدولاب قبل ما يشوفهم، وبيسمعوا ديكر وهو بيتكلم مع المهندسة جيسي، ودي المسؤولة عن تطوير مشروع حالة الطوارئ، وبيسألها عن أخبار مشروع الغابة والمزرعة. فالمهندسة جيسي بتتوتر وبتقوله إن هي عاوزة تستقيل، ولكن ديكر بيضغط عليها لحد ما بيخليها تتراجع عن قرار استقالتها. وفي الوقت ده بتتخانق بيرو مع بندكت لأنه بيعرض حياة 4 أطفال للخطر، وبتهدده إن هي هتبلغ عنه مؤسسة حماية الأطفال. فبندكت بيقولها إن أخوه متحكم في كل مؤسسات العالم ومسيطر عليهم كلهم، ومحدش أصلا هيرضى يسمع ليها. لكن بيرو مش بتقتنع بكلامه، ولما بترجع البيت بتتصل على مؤسسة حماية الأطفال علشان تبلغ عن بندكت، لكن الغريبة إن محدش فيهم بيهتم بكلامها. فبتستوعب هنا إن كلام بندكت طلع صح. وفي الوقت ده رين وستيكي بيرجعوا لأوضتهم، وبيكتشفوا ان الجهاز الهامس ده هو نفس جهاز الارسال اللي بيرسل الترددات والرسائل المشفرة للعالم كله، وتجربتهم للجهاز خلتهم يبعتوا ترددات خطيرة للعالم كله. يعني وظيفة المراسلين هي ارسال رسائل مشفرة وترددات. وبيكون رين مش عاوز يجرب الجهاز تاني، لان هما بالشكل ده بيساعدوا ان حالة الطوارئ تنتشر بشكل اكبر، وده غير ان الجهاز هيدمر خلايا مخهم على المدى الطويل. ولكن ستيكي بيعترض لانهم بذلوا جهد كبير علشان يبقوا مراسلين، وما ينفعش ان هم يرفضوا استخدام الجهاز غير لما يخلصوا مهمتهم. وده غير ان ستيكي حاس بسلام نفسي غريب من ساعه ما استخدم الجهاز، لكنه ما بيرضاش يقول لحد الكلام ده. فكيت بتتعصب جدا وبتقرر ان هي تدمر الجهاز، لكن ستيكي بيقول لها ان الجهاز معقد جدا واستحاله ان هي تدمره بسهوله، ولازم يفكروا في طريقه ذكيه علشان يدمروا بها الجهاز من غير ما يتمسكوا. وبيسالوها الولدين عن معنى كلمة المزرعة والغابة اللي ديكر قالها، فبتقولهم ان الكلمات دي ممكن تكون رموز مشفرة، وممكن بندكت يساعدهم في كشف معنى الرموز دي. وفي نفس الوقت بيقرر بندكت ان هو يهرب 4 أطفال من المعهد، لانه بيكون خايف ان هم يتأذوا بسببه، فبيطلب من ميلجان ان هو يركب الغواصة بتاعته ويروح يجيبهم من غير ما حد يشوفه. وتاني يوم بيقدر ديكر ان هو يطور مشروع حالة الطوارئ، فبيقرر ان هو يعمل تجربة على الناس علشان يتأكد ان تطوير المشروع نجح. فبيستدعي ستيكي للبرج وبيقوله ان هو هيخليه يستعمل الجهاز الهامس للمرة التانية. فستيكي بيتحمس جدا لانه حس بارتياح شديد لما استعمل الجهاز اول مرة، وبيخليه ديكر من غير ما يحس ان هو يبعت رسائل مشفرة للعالم كله، وبيأمرهم فيها ان هم يشتروا قبعات زرقاء. وفي الوقت ده بيتفق ريم مع كيت ان هي تروح تستدرج مارتينا علشان تعرف منها معنى كلمة المزرعة، وهو هيروح يتكلم مع كيو، وده يبقى ابن ديكر بالتبني علشان يعرف منه سر الغابة. وبتقدر تانسي تسمع صوت ستيكي وهو بيأمر كل سكان الارض ان هم يشتروا قبعات زرقاء، وبيكون واضح ان ستيكي قدر يسيطر على تفكيرها لدرجة ان هو بيجبرها تهرب برا المعهد وتروح تشتري قبعة زرقاء. وفي الوقت ده بيروح رين يتكلم مع كيو وبيسأله عن الغابة اللي موجود على الجزيرة. فكيو بيقول له ان هو بيروح للغابة كل يوم، لكن هو الوحيد اللي مسموح ليه يروح للغابة لان هو ابن المدير. فريم بيطلب منه ياخده معاه للغابة، فكيو بيقول له ان هو هيحاول يقنع والده. وبعدها بتعرف كيت من مارتينا ان هي مسؤولة عن تنظيف غرفة في المخبأ السر اسمها غرفة مزرعة الخادم، ودي الغرفة اللي بيتم من خلالها تطوير مشروع حالة الطوارئ. فبتفهم كيت ان دي المزرعة اللي ديكر كان يقصدها، وبتلاحظ كمان ان مارتينا معاها مفتاح شكله غريب، فبتفهم ان ده مفتاح غرفة مزرعة الخاتم. فبتقرر ان هي تقرب من مارتينا علشان تعمل نسخة من المفتاح وتروح تدمر غرفة مزرعة الخاتم. وبنروح لكيو اللي بيستأذن والده ان هو يروح الغابة مع رين، ولكن والده بيرفض وبيطلب منه يحذر من رين لانه اكيد بيستغله علشان غرض معين. وفي نفس الوقت بيلاحظ رين ان ستيكي بقى متحمس جدا ان هو يجرب الجهاز الهامس كل شوية، وكمان بقى واخد صف ديكر وبيكون خايف جدا عليه لان ديكر بدأ يسيطر على عقله ومشاعره بطريقة غريبة. فبيفكروا رين ان ديكر هو الشرير اللي جايين علشان يحاربوه، وبيطلب منه ما يضعفش قدامه. فستيكي بيتخانق معاه وبيتهمه ان هو بيغير منه لان هو عنده امتيازات مش عند اي حد.
فريم بيقوله ان هو مش غيران منه ولا حاجة، وكل الحكاية ان هو قلقان عليه لان الجهاز الهامس بقى متحكم فيه بشكل غريب. وبعدها بيروح ريني يسأل كيو لو موافق ان هو يروح معاه للغابة، فكيو بيقوله ان ابوه رفض. فريم بيقوله ان هو مش لازم يسمع كلام ابوه في كل حاجة ولازم يكون عنده شخصية مستقلة. فبيقتنع كيو بكلامه وبياخده معاه للغابة من ورا ابوه. ولما بيوصل ريني للغابة بيلاحظ ان في اجهزة ارسال كتير حوالين الاشجار، فبيسأل كيو عن نوع الاجهزة دي. فكيو بيقوله ان ابوه صمم الاجهزة دي من فترة وهيشغلها بكرة، وطلب منه يبعد عن الغابة لما يشغل اجهزة الارسال لان هي هتصدر اشعاعات خطيرة وهتسبب اورام سرطانية. فهنا ريم بيستوعب ان ده مشروع الغابة اللي ديكر شغال عليه وبيبدأ يقلق. وفي الوقت ده بنشوف ان ديكر قدر فعلا ان هو يتحكم في الناس بشكل مخيف، لدرجة اننا بنشوف كل الناس واقفين طوابير في الشارع علشان يشتروا قبعات زرقاء. وبالليل بنشوف رين وكيت وستيكي متجمعين سوا وبيكونوا مستغربين ان تانس مختفية من الصبح. وفي خلال لحظات تانس بتوصل عندهم فبيسألوها هي كانت فين، فبتحكي لهم ان هي كانت بتشتري قبعة زرقاء، وده حصل بعد ما سمعت صوت ستيكي وهو بيهمس في ودنها وبيأمرها ان هي تشتري قبعة زرقاء. وبتقول لهم ان صوته سيطر عليها وعلى كل السكان بشكل غريب، لدرجة ان كل الناس راحوا اشتروا القبعات من غير ما يحسوا. فستيكي بيتصدم جدا لانه مش فاكر ان هو بعت رسائل مشفرة للعالم اصلا. فكيت بتقول لهم ان اللي حصل ده كان مجرد تجربة ديكر عملها على الناس علشان يتأكد ان هو قدر يسيطر على تفكيرهم وعلى عقولهم. ولكن ستيكي بيدافع عن ديكر وبيقول لهم ان هم ممكن يبعتوا رسائل مشفرة للناس وتكون ايجابية. فارين بيطلب منه يبطل يدافع عنه وبيفهمه ان هو بقى قلقان عليه جدا، ولكن ستيكي بيكون شايف ان هو بيبالغ في رد فعله لان الجهاز الهامس بيخليه مبسوط وسعيد وما بيكونش شايف ان الجهاز مؤذي زي ما هو بيقول. فبتسيبهم كيتي يتخانقوا سوا وبتقرر تروح للمخبأ السري علشان تستكشف غرفة مزرعة الخادم. وفي نفس الوقت الغواصة بتعطل من ملجن وما بيقدرش يتحرك بيها. وبنرجع لكيت بعد ما تسللت للمخبأ السري من غير ما حد يشوفها، وبتحاول تفتح غرفة مزرعة الخاتم بالمفتاح اللي هي نسخته من مارتينا لكنها ما بتعرفش. وفجأة بتسمع صوت جاكسون وجيلسون، فبسرعة بتستخبى في فتحة التهوية، ولكن لسوء حظها انهم بيسمعوا صوت شخص في فتحة التهوية. فبسرعة بيتصل جاكسون على الامن وبيقول لهم ان في دخيل. فبسرعة بتخرج كيت من فتحة التهوية وبتفضل مستخبية في الغابة لكنها بتشوف الامن جاي من بعيد علشان يدوروا على الدخيل. فبسرعة بتنزل كيت على الجبل وبتفضل متشعلقة على الجبل. وفي نفس الوقت بيكون بندكت قلقان على ميلجان، فبيستخدم المنظار بتاعه وبيشوف جزء من غواصته مكسور، فبيخاف جدا ان هو يكون غرق. ولكن ليندا بتطمنه وبتقول له ان ميلجان سباح كويس جدا وان هي متاكده ان هو بخير. وتاني يوم الصبح بنشوف رين وتانس قلقانين جدا على كيت لان هي مختفيه من امبارح، ولكن ستيكي ما بيحطش الموضوع في دماغه وبيقول لهم ان هو مش فاضي للتفاهات دي لانه رايح للبرج. فرين بيتخانق معاه وبيقول له ان الجهاز الهامس حوله لشخص اناني، وبيفكروا ان كيت دي صاحبتهم وخاطرت بحياتها علشان تنفذ المهمه دي لوحدها. وبنرجع لكيت اللي بتكون لسه متشعلقه في الجبل وما بتكونش عارفه تتحرك من مكانها، وفجاه بتفقد قوتها وبتقع من على الجبل، ولكن لحسن الحظ ان ميلجان بيمسكها قبل ما تقع على الارض. فبتتفاجئ كيت لما بتشوفه وبتساله هو ايه اللي جابه هنا، فبيقول لها ان بندك عاوزهم يوقفوا المهمه وطلب منهم يهربوا من المعهد، وبيطلب منها تجمع اصحابها ويقابلوه النهارده بالليل عند الجبل. وفي الاثناء دي بتوصل بيرو عند بندك وبتقول له ان هو كان معاه حق في كل اللي قاله، وبتحكي له عن ظاهره القبعات الزرقاء اللي حصلت مؤخرا. فبندك بيقول لها ان هو قرر يهرب الاطفال من المعهد لان هو خايف عليهم، ولكن بيرو بتعترض وبتقول له ان هي شايفه ان هم لازم يفضلوا في المعهد لحد ما يخلصوا مهمتهم لان هي واثقه في رين وعارفه ان هو قد المهمه، وبتدي له جواب وبتطلب منه يوصله لرين. وبيكون بندكت مش عارف يوصل الجواب ازاي، لكنه فجاه بيلاقي الصقر بتاعه اخد الجواب وطار بيه ناحيه المعهد. فبندكت بيفرح جدا ان اخيرا الصقر اتدرب على توصيل الرسائل. وفي الوقت ده في المعهد بنشوف ان الامن منتشر في كل مكان علشان يعرفوا مين الدخيل. وفي اللحظه دي ستيكي بيفوق وبيحس بالذنب الشديد ناحيه كيت، وبيكون زعلان جدا لانه سمح للجهاز ان هو يسيطر عليه بالشكل ده. فارين بيفرح ان اخيرا صاحبه رجع لطبيعته، وفجاه بتوصل كيت عند اصحابها فبيفرحوا جدا ان هي بخير، وبتحكي لهم كيت ان ميلجان عاوزهم يهربوا معاه النهارده. وبعدها بيتم استدعاء رين لمكتب ديكر، وبيفضل ديكر يحقق معاه لانه شاكك ان هو الدخيل، ولكن فجاه بيدخل عليهم واحد من الامن وبيقول لديكر ان رين بريء ومارتينا هي الدخيله. فبيروح رين يبلغ صحابه
الكلام ده، وبيقول لهم ان الامن اعتقد ان مارتينا هي الدخيلة، وده بعد ما كيت حاولت تفتح غرفة مزرعة الخادم بالمفتاح اللي هي نسخته من مارتينا. وطبعا كيت بتحس بالذنب الشديد لان هي ورطت مارتينا، وفجأة بيشوف الصقر بتاع بندك الطاير فوق المعهد ومعاه رسالة، فبيقرروا ان هم يروحوا يدوروا على الصقر. ومن سوء الحظ ان الصقر بيوصل عند كيو، ولما بيقرا الجواب اللي معاه بيتصدم لانه بيكون مكتوب فيه السبب الحقيقي لوجود رين في المعهد. فبيروح كيو يتخانق مع رين لان هو كان فاكره صديقه لكنه خانه، وبيطلب منه يروح معاه المكتب والده علشان يقول له على الحقيقه. وفي الطريق بيحكي رين لكيو كل حاجه بالتفصيل عن حاله الطوارئ وان ابوه هو السبب فيها. وطبعا كيو بيتصدم من اللي هو بيقوله، وبيقرر ما يقولش لابوه على حقيقه رين. وفي نفس الوقت كيب بتقابل مارتينا صدفه في الغابه، وبتعرف منها ان هي مستخبيه هنا علشان الامن بيدور عليها، وبتقول لها مارتينا ان في حد لفق لها التهمه دي وان هي بريئه، فبتاخدها كيت لمكان امان علشان تستخبى فيه. فبتحضنها مارتينا وبتشكرها على جدعنتها معاها. وهنا كيب بتحس بالذنب الشديد لان هي السبب في كل اللي حصل لها. وبعدها بيدخل كيو لمكتب ابوه وبيساله عن فكره مشروع الغابه، فديكر بيامره ما يتدخلش في امور شغله. فهنا كيو بيبدا يصدق كلام رين. وبالليل بنشوف الاربع اطفال بيجهزوا نفسهم علشان يهربوا مع ميلجان، ولكن رين بيقول لهم ان هو مش عاوز يهرب وان هو حابب يكمل المهمه للاخر لان هم قطعوا شوط كبير. فكل اصحابه بيوافقوا على كلامه وبيقرروا يفضلوا معاه. وفجاه بيخرج لهم ميلجان من فتحه التهويه وبيقول لهم ان هو فخور جدا بشجاعتهم وواثق ان هم هينجحوا في المهمه. وفي الاثناء دي بنشوف جاكسون وجيلسون بيراقبوا الناحيه الثانيه من الجزيره، وبيشوفوا بندكت واقف هناك، فبيتصدموا من الشبه اللي بينه وبين ديكر. فبيروحوا هما الاثنين على مكتب ديكر وبيقولوا له ان هم شافوا واحد نسخه طبق الاصل منه وموجود على الناحيه الثانيه من الجزيره. فبيبعت ديكر رجالته لهناك علشان يقبضوا على اخو التوأم، لكنهم لما بيوصلوا هناك مش بيلاقوا اي حد لان بندكت بيكون هرب في المنطاد مع الفريق بتاعه وبيكونوا رايحين للبرج. وبنرجع لمارتينا وهي مستخبيه في مكان قريب من المخبأ السري، وبالصدفه بتشوف هديه كانت اديتها لكيت واقعه على الارض، فبتستوعب هنا ان كيت هي اللي لفقت لها التهمه وبتقرر تنتقم منها. فبتروح مارتينا لمكتب ديكر وبتقول له ان كيت هي الدخيله. وفي نفس الوقت ميلجان بترجع له الذاكره وبيفتكر ان هو كان شغال كيميائي في معمل ديكر وان ديكر هو اللي مسح له ذاكرته. وبعدها بيتم استدعاء كيت ومارتينا لغرفه الانتظار، وبيقعد ديكر قدامهم وبيقول لهم ان هو شاكك فيهم هما الاثنين، وعارف ان اخوه بعت واحده فيهم للمعهد علشان تدمر له مشروعه. فبتعترف كيت ان هي الدخيله وبتطلب من مارتينا ان هي تسامحها على اللي هي عملته معاها. فمارتينا بتتعاطف معاها جدا، وبعدها بيطلب ديكر من المساعدين بتوعه ان هم يمسحوا ذاكره كيت. وبعد شويه بيوصل ميلجان عند ديكر وبيقول له ان هو شغال مع اخوه علشان يقبضوا عليه، وبيطلب منه يفرج عن كيت وما يمسحش ذاكرتها، وفي المقابل هيقول له على خطه اخوه. لكن طبعا ديكر مش بيصدقه وبيأمر رجالته ان هم يمسحوا له ذاكرته للمره الثانيه. وفي الاثناء دي بنشوف كيت محطوطه على جهاز مسح الذاكره وبتستنى لحد ما المساعدين يخرجوا بره الاوضه، وبسرعه بتحرر نفسها من على الجهاز قبل ما ذاكرتها تتمسح. وبتتفاجئ لما بتلاقي تانس وصلت عندها من فتحه السقف علشان تهربها. وبعدها بيتم استدعاء ستيكي للبرج علشان يستعمل الجهاز الهامس وينفذ خطه ديكر الكبيره، والمره دي المفروض ان هو هيفعل مشروع الغابه وينشر الاشعاع اللي هيتسبب في الاورام السرطانيه، وكمان هيفعل النظام الجديد من مشروع حاله الطوارئ اللي هيخلي كل سكان العالم يخضعوا لسيطره ديكر. ولكن المره دي بيقدر ستيكي ان هو يقاوم الجهاز الهامس، فديكر بيتضايق جدا وبيقرر يجيب مراسل تاني غير ستيكي علشان يقوم بالمهمه دي. ولكن في نفس اللحظه رين وتانسي بيوصلوا عند ديكر قبل ما يبدا في تفعيل المشروع، فهنا ديكر بيستوعب ان هم الجواسيس اللي تبع اخوه. وفي الاثناء دي بنشوف كيت وهي بتحاول تتسلق البرج علشان تطلع لاصحابها لكنها بتفشل، وبتلاقي مساعدين ديكر جايين يقبضوا عليها. ولكن لحسن الحظ ان ميلجان بيوصل عندها في الوقت المناسب، وبيتضح ان هم ما قدروش يمسحوا ذاكرته. وبنرجع لرين وهو بيحاول يقنع ديكر ان هو يوقف اللي هو بيعمله، فبيقول له ان هو حاسس بيه وعارف ان جواه غضب كبير تجاه اخوه، لكن بالرغم من كل ده فهو متاكد ان الخير لسه موجود جواه. فبيتاثر ديكر بكلامه وبيقول له هو متعصب ان هو عمره ما هيحس بكميه الغضب اللي جواه. وفجاه ديكر بيغمى عليه لانه مصاب بالنوم القهري زي اخوه، والمرض ده بيخليه يفقد الوعي لو تعصب او ضحك. وفي الاثناء دي بتوصل مارتينا مع فريقها عند ميلجان وكيت، وبيشتبكوا كلهم مع رجاله ديكر علشان يحموا كيت،
وطبعا كيب بتفرح جدا ان مارتينا بتدافع عنها، وبسرعة بتطلع البرج وبتقابل اصحابها وبيكونوا مش عارفين يدمروا الجهاز الهامس ازاي. فهنا تانسي بيجي لها فكرة وبتتواصل ذهنيا مع الجهاز الهامس وبتبعت له اشارات سلبية من خلال افكارها، وفجأة الجهاز بينفجر. وبالشكل ده مشروع حالة الطوارئ ومشروع الغابة اتدمروا للابد. وفي اللحظة دي بندكت بيوصل عند الاطفال وبياخدهم بالحضن وبيقول لهم ان هو فخور بيهم جدا وبيطلب منهم يستنوه برا. وبعد شوية ديكر بيفوق وبيتفاجئ باخوه قدامه وبيفضلوا يتخانقوا سوا هما الاتنين. فبندكت بيطلب منه يهدى شوية وبيقول له ان هو جاي هنا علشان يصفوا خلافاتهم سوا، وان هو عارف ان هو زعلان منه بسبب ان هو اتخلى عنه زمان، وبيعرض عليه ان هما يبدأوا صفحة جديدة سوا وينسوا خلافاتهم لان هما في الاول وفي الاخر هيفضلوا اخوات. لكن ديكر بيرفض يسامحه وبيفضل يقول لاخوه كلام مضحك. فبيفضل بندكت يضحك لحد ما بيغمى عليه، ولما بيفوق بيكتشف ان ديكر هرب، لكنه بيكون سعيد ان حالة الطوارئ انتهت للابد. وبعدها بيرجع بندكت لبيته مع الاطفال وبيقول لهم ان هو فخور بيهم جدا. وفي الوقت ده بنشوف ان ديكر هرب لمكان بعيد مع ابنه والمهندسة جيسي، وبيكون غضبان ان كل خططه فشلت. فبتديله جيسي فكرة مشروع جديد علشان ينفذوه سوا، ولما بيشوف ديكر المشروع بينبهر جدا وبيقرر يبدأ في تنفيذه. وبيخلص الموسم الاول من المسلسل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك لقناة فيلمتشينو، ولو عاوز تتابع الملخصات الكوميدية ما تنساش تعمل متابعة لصفحة عبد عاطف، ونشوفكوا الملخص اللي جاي، ويلا سلام.